من الناصرة معنا لمناقشة هذا التطور الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أستاذ نظير مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. زيادة سرقة السلاح من جانب عناصر من الجيش الإسرائيلي نفسه، أين ينتهي السلاح؟ هذا أيضا سؤال آخر، إذا ينتهي بيد الإسرائيليين أو ينتهي حتى ربما بيد الفصائل، ولكن ما مدى خطورة اليوم فعلا إمكانية عناصر الجيش الاستحصال على قنابل مثلا أو على أسلحة أخرى بهذا الشكل بهذه السهولة؟ مساء الخير لك يا عزيزتي رولا وللإخوة المشاهدين المشاهدات. ما يجري اليوم هو أن عملية تجارة السلاح في إسرائيل تجارة مزدهرة، وخصوصا التجارة التي تعتبر رمادية أو السوق السوداء. هذه التجارة يحكى عن أن حوالي نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة بين المواطنين، نصف مليون، نتحدث عن سكان الدولة كلها 10 ملايين، نصف مليون قطعة سلاح. هذا يعطينا صورة إلى أين تذهب هذه الأسلحة. في البداية كانت تغض النظر الحكومة الإسرائيلية، لأن قسم كبير من هذه الأسلحة كان يذهب إلى العالم السفلي ويستخدم في الحرب الداخلية في أحسن الأحوال بين قوسين، على كلمة أحسن، ينتشر عند العرب في إسرائيل الفلسطيني 48، وتنتشر لديهم الجريمة التي نراها تتصاعد باستمرار، وهنالك قصور يعني متعمد من الشرطة بهذا الجانب، على اعتبار أنه من الممكن إلهاء العرب في إسرائيل عن قضاياهم الوطنية عن طريق أن يشتبكوا مع بعضهم البعض. هذا جانب. اليوم في الحرب اكتشفوا أن قسما كبيرا من السلاح الذي عثروا عليه لدى حماس هو سلاح إسرائيلي، إسرائيلي رسمي مرخص، يعني مسروق من المخازن الجيش الإسرائيلي ومن المعسكرات. وطبعا هنالك فوضى. كل هذه العملية نتيجة أولا لتطوير وتعزيز عقلية القوة لدى الإنسان الإسرائيلي أنه قوي ويستطيع أن يضرب ويقتل ويقيد، فهو يحتاج إلى سلاح لهذا، وهذا ينعكس على عدد من الجبهات. جبهة أولى الداخلية عند اليهود، ازدياد في نسبة العنف والجريمة داخل العائلة وداخل المجتمع، عند العرب في إسرائيل أكثر فأكثر، وكذلك في العمل السياسي أو العسكري المسلح من الفلسطينيين. طيب بالموضوع الإسرائيلي أستاذ نظير، يعني اليوم عندما يتحدث بن غفير عن ضرورة تسليح المدنيين ويقوم بذلك، مش بس يتحدث عنه، يعني نشر السلاح بيد المدنيين بوضع سياسي متأزم داخل إسرائيل، يعني بغض النظر عن الحرب الدائرة أصلا الوضع السياسي كان متأزما والآن أكثر فأكثر. هل في هدف وراءه فعليا اليوم سياسي داخلي وربما يعني ميداني داخلي من جانب بن غفير وحلفائهم؟ هل هم يعني مدركون أنه هذا السلاح الآن يستخدم ضد الفلسطينيين، ولكن بأي مرحلة من المراحل يمكن أن يستخدم بمواجهات ثانية تعطيهم مكاسب معينة أو لا؟ بالتأكيد، يعني بن غفير ينتمي إلى تيار في الحركة الصهيونية اليمينية في إسرائيل. نعم. الذي يريد إقامة ميليشيات مسلحة، وهو يريد لهذه الميليشيات أن تكون إلى جانب الشرطة وليس تابعة للشرطة. نعم. حتى يكون هو الذي يتحكم فيها وتياره السياسي. هذه العملية تفتح الباب أمام شيطنة المجتمع الإسرائيلي بأكمله، ليس فقط ضد العرب والفلسطينيين، تبدأ كل شيء بدأ عند ضد العرب تحول أيضا ضد اليهود. عموما هذه قاعدة أصبحت مثبتة خلال 75 عاما، كل شيء بدأوا يقومون به ضد اليهود، ضد العرب عفوا، تحول أيضا إلى ضد اليهود، طبعا بنسبة أقل، ولكن هذه هي النتيجة الحتمية. المجتمع الإسرائيلي مجتمع يعني يعاني من عصبية جدية، وتوجد لديه مشاكل نفسية كبيرة بسبب الحروب. الآن يتحدثون عن عودة الجنود من غزة، عاد وكل منهم يحمل شيء اسمه جلد فيل، يعني لا يحس مع الإنسان، 4 شهور وهم داخل غزة بظروف غير إنسانية أيضا لهم، ويفعلون ما يشاءون للفلسطيني. فيأتي اليوم حاملا عدد من مشاريع من مفاهيم ومشاعر النقمة والحقد وعدم الشعور الإنساني. فهم يقولون يأتون إلينا بجلد فيل، كيف سيتصرفون في المجتمع الإسرائيلي؟ فإذا تصرفوا بجلد فيل أيضا داخل بيته وداخل مجتمعه، هو بالتحتما سوف يؤدي إلى عنف والمزيد والمزيد من الجرائم والتدهور الاجتماعي.